ثانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطلقة راس من عندنا؟ كان وأكبر معوق لحركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. قال الصحفي المصري محمد الجرحي إن قوات الأمن اقتحمت منزل ذويه بحثا عنه وقامت باعتقال شقيقه واقتياده إلى جهة مجهولة. غرد الصحفي المصري قائلا قوة أمنية اقتحمت بيتنا في البلد وسألوا علي، أبويا قال لهم محمد في القاهرة، طلعوا أخذوا ياسر أخويا من السرير وما نعرفش راحوا بيه فين. كانت هذه كلمات محمد الجرحي. تابع ياسر ملوش في السياسة وما عملش حاجة عشان تبهدلوه، شكرا يا مصر على البهدلة والإهانة ووجع قلب أمي ورعب عيال أخويا، حسبي الله ونعم الوكيل. أضاف محمد الجرحي في تغريدة أخرى، لم أقصر في حق هذا الوطن يوما ولا أستحق منه ولا أسرتي هذا الجزاء. فيما علق وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق محمد محسوب على الحادثة قائلا شاب وضع كل همه وهمته في خدمة بلده لتحقيق حلم مستشفى 25 دون أن يزعج أحدا ولو بإبداء رأي في الشأن العام. أضاف محسوب في تغريدة عبر تويتر من لديه عقل في هذا البلد المسكين الذين يريدون من شعبه إما التصفيق أو السكات، أما الحلم أي حلم فقد أصبح من الممنوعات. أيضا أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج العقرب قرصة برد. مشاهدينا الكرام نتابع هذا الانفوجرافيك حول معتقلي سجن العقرب، يبين ما يعانيه هؤلاء معاناة صعبة جدا في سجن العقرب وخاصة في فصل الشتاء. نتابع ثم نعود. إذن تحت هاشتاج العقرب قرصة برد غرد الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع معا مشاهدينا الكرام بعض التغريدات، ثم تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة أم محمد والدة أحد المعتقلين. نتابع هذه التغريدة، حدثيهم يا غابات السجون، حدثيهم عن جراحات وصبر، حدثيهم عن دماء، عن سياط، عن قيود، عن عذاب، هل تراهم يسمعون البرد قرصة عقرب. هذه كانت تغريدة عبير علي. متابع التغريدة التي تليها أيضا، صوت الزنزانة سلبتم حريتهم فلا تقتلوهم بالبرد.